بغيتي المروزية ديالك تجيك مالكة وبنينة واللي ضاعها ما غاديش يشبع منها، جربي طريقتي في تحضير المروزية بلا بصلة، وكتجي واحد المريقة خطرة وواقفة. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا معايا المكونات، ولكن قبل ما كرهت البنات كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم، الرأي ديالكم في الوصفات اللي كنحضر لكم، وغادي نخليكم دابا تشوفوا الفيديو فرجة ممتعة. وغادي نبداو على بركه الله بالطريقه ديال هاد المروزيه هادي اللي غادي نحتاج فيها. بالنسبه لي انا درت 2 كيلو ونص ديال اللحم ديال العنقره، ممكن تاخذوا اي نوعيه ديال اللحم، ولكن من الافضل تكون ديال العنقره. عندي هنا الزبيب مرطباه في الماء، تقريبا واحد كاس ديال الزبيب كبير. عندي هنا واحد 6 الفصوص ديال الثومه محكوكين. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال القرفه، غادي نحتاج معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ما تكونش عامره ديال سكنجبير، معلقه كبيره ديال المروزيه، هنا عندي واحد نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال خرقوم بلدي. غادي نحتاج واحد الطويمه ديال الزعفران شعره، وغادي نحتاج كاس لاروب خليط ما بين الزيت العادي وزيت الزيتون، وغادي نحتاج كذلك واحد 6 المعالق كبار ديال العسل حتى ل7، المهم على حسب الحلاوه اللي تبغيو نتوما. هنا خديت شي اناء فاش غادي نخلط العطريه، غادي ندير هنا خرقوم بلدي، بزار، مروزيه، قرفه، سكنجبير، الضويمه ديال الزعفران، غادي نزيد الثومة، وغادي نزيد واحد شوية الماء، صافي. وغادي نحاول أنني نغلف هداك القطع ديال اللحم كاملين بهاد التوابل هادو. بطبيعة الحال غادي نحتاج حتى الملحة، تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال الملح، صافي. غناخد هدوك الطريفات ديال اللحم، كنغلفهم بهذيك العطريه ونحطهم هكا في الجنب، وغادي نكمل نفس الطريقه في اللحم كامل. بالنسبه لي انا غادي نطيبها في الكوكوط، ممكن ديروها غير في الطنجره، ولكن مثلا الا احتاجيتوها الغد ديروها فوق المجمر وطيب عليها راحتها، كتجي احسن. انا ما عنديش الوقت درتها في الكوكوط، المهم غادي نديرها في الكوكوط، نديرها هكا الحيمات. غادي نزيد شويه الماء من هنايا ونخوي هاد العطريه، بالنسبه للمروزيه راه ما غادي نقليها ما والو، مباشره كندير كلشي ونديرها طيب. هنا غادي نضيف داك كاس لاروب خليط ما بين الزيت العادي وزيت الزيتون، غادي نزيد كميه من الماء، المهم غادي ديروا الماء غادي تغطيو اللحم، على حساب الا حليتو لقيتو اللحم باقي ما طابش راه غادي تزيدوا الكميه ديال الماء، على حساب النوعيه ديال اللحم واش كيطيب دغيا ولا لا. صافي دابا من بعد ما طاب اللحم صافي راه كنقلبو بحال هكا طاب، غادي نزيد عليه الزبيب اللي كنت مرطباه في الماء صفيتو، وغادي نزيد عليه واحد 5 معالق كبار ديال العسل،
صافي غادي نخليه حتى كيشرب مزيان وتولي غير هذيك المريقه معلكه صافي كيكون واجد. هانتوما البنات راه خليته حتى شرب هذاك الماء والمريقه كتجي معلكه. شوف شوف شحال تجي ثقيله شتو. صافي غادي نخلي فيها شويه، انا ضروري كنخلي فيها شويه قبل الدراري كيعجبهم يغمسوا. هانتوما نشفوها اكثر هانتوما صافي. هنا من بعد ما طابت المروزيه غادي نحطها في طبق تقديم، غادي نزينها بشويه ديال اللوز صافي وغادي نقدمها. بالنسبه للوز راني درته في المغليان وقشرته حليته صافي هو اللي غادي نزين به. وغادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات جداد باذن الله. خليكم في امان الله.